السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو هذا الفلوج تبع اليوم السابع لرمضان. أنا ما صورت فلوج اليوم السابع لأنه اليوم السابع صحينا على صلاة الفجر، صلينا الفجر الحمد لله وقعدنا. بعد صلاة الفجر بشوي بيجيني خبر بوفاة عمي المرحوم الدكتور أمين. عمي مقيم في الأردن، هو طبيب في الأردن ما شاء الله عليه، يعني صحي وفي الشفي ما شاء الله ولا إشي، يعني ما شاء الله. وبتعرف لما بكون طبيب وبتقولي إذا بحس بإشي أكيد براجع صحته وأكيد متابع مع الدكاترة، فسبحان الله. فلما بكون الإنسان مريض وبتوفى الله سبحان الله، يعني بتكون أمور كأنها متقبلة، بتقبلها الإنسان بسهولة. لما بكون المتوفي، يعني اللي بتوفى ربنا مش مريض، هي هذا اللي بنقول عنها كأنها ساعة الغفلة، يعني بتكون فجأة وربنا بتوفى. أنا يمكن ما شفته من فترة كتير طويلة سبحان الله، بس كنت سائلة عليه قبل ما يتوفى بيوم، سبحانه لا إله إلا هو. وديت رسالة عشان أعيد عليه بالشهر الكريم، أو يا بي آه وديت له، كان تاني يوم رمضان، وديت أعيد عليه بالشهر الكريم. وردت عليه زوجته، يعني لأنه هي مرت عمي، لأنه هو ما عنده تواصل كتير على السوشيال ميديا، فحكت لي هو منيح الحمد لله. فحاب اليوم مني لعمي الله يرحمه ويغفره تكون صدقة جارية على روحه، راح أدعي له وأقول اللهم أمين، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهله، وخيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار. اللهم أمين. الله يرحمه ويغفر له ويجعله من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم تقبله يا الله. مع الأنبياء والشهداء يا رب العالمين، اللهم أمين. شغلتين اللي كانت جميلة وكنت كتير حابة أشارككم فيها، يعني توفى الله عمي صحيح الله يرحمه ويغفر له، وفي نفس الوقت امبارح أجانا خبر كتير جميل لدرجة دمعت عيني والله من جمال الخبر، بكيت لجمال الخبر. كنا قاعدين من الجمال الخبر اللي أجانا بكين. كان الأولاد في صلاة العشاء رايحين يصلوا العشاء، و بعد صلاة العشاء بتصل تيجي واحد من الأولاد بقول ماما ماما، فأنا وعنا كان قاعد أبو أحمد ووالدته، فبقول شو في يعني، بتقول ماما صديق أحمد أعلن إسلامه في المسجد الآن. ف يعني لما حكى لي صديق أحمد أعلن إسلامه الآن في المسجد، وهو له فترة كتير طويلة بتعلم عن الإسلام من الأولاد، يعني بسأل أحمد دائما عن الإسلام، إجي علينا أول يوم برمضان أفطر معنا، قعد مع أبو أحمد وصار يحكي معاه ويدردش، قعد مع زيد، يعني هو إن شاء الله كلهم إلهم الأجر والثواب. بس عرفتوا يعني هو بلش بحب الإسلام عن طريق أحمد، من تصرفاته من حكيه من كذا حب الإسلام، فبلش يتنور وبلش يقرأ. فسأل أحمد على القرآن باللغة الإنجليزية، فأعطينا قرآن، أهدينا قرآن باللغة الإنجليزية، حتى من تركيا قبل ما يسلم أنا كنت شريت له سجادة صلاة وجبت له إياها هدية، أهديته سجادة الصلاة. فلما حكى لي أعلم إسلامه فدمعت عيني من جمال الشعور. هو 21 سنة، فقلنا اللهم إن شاء الله ثبت يا الله، اللهم ثبته على الإسلام يا رب العالمين ونور بصيرته. فإجا علينا، فصدفت إنه مبارح هو يوم ميلاده، تخيل يعني هو يوم ميلاده، وإحنا بنقول اللي بيرجع إلى الإسلام لأنه
كل يعني كلنا بنولد على فترة الإسلام أصلا، كلنا بنولد مسلمين، فإحنا بنقول له أهل يعني رجوع إلى الإسلام، بنقول له أنت رجعت إلى الإسلام لأنه أصلا بنولد مسلم، فبنقول له في يوم ميلادك أنت رجعت يعني لليوم اللي انولدت فيه، أنت ولدت مسلم واليوم هو يوم ميلادك وأنت مسلم. ف كان هذا الإشي الجميل اللي خلى يعني أقول يعني الله يرحم عمي ويغفر له ويجعل مثواه جنات النعيم، واللهم تقبل يا الله من أمير العمل الصالح ونور بصيرته ونور قلبه اللي هو صديق أحمد أمير اسمه أمير، يثبته على دين الإسلام إن شاء الله، ويجعل يا ربي كل عائلته إن شاء الله تأخذ منه الحكمة وتسلم. فهذا كان ملخص يومنا السابع في رمضان اللي هو كان امبارح أمس، حبيت أشارككم فيه، ونعمل وندعي لأمواتنا جميعا يعني ندعي لهم بالرحمة في هذا الشهر الكريم، والله يتقبل منا صيامنا وصيامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وراح أحط لكم مقطع صغير إذا بقدر، إذا لأمير لما أعلن إسلامه أحطه في آخر الفيديو المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Say, I bear witness. There is no God. But Allah. And I bear witness. That Muhammad is your servant. And messenger. And that Jesus. Is his servant. And messenger. Ashhadu. Allah. Ilaha illa Allah. Allah. Ashhadu. Anna Muhammadan Rasulullah. وأن عيسى عبد الله ورسوله. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.